أهلا وسهلا. تداولات عرضية للدولار الأمريكي والذهب في جلسة الأسبوع، فقد استمرت المخاوف من الأزمة المصرفية من جهة وبين توقعات عمليات رفع الفائدة من جهة أخرى. ذكرت بعض التقارير بأن جيروم باويل أكد على أن عملية رفع الفائدة القادمة هي 25 نقطة أساس بناء على تصويت أعضاء الفيدرالي. لا تزال الأسواق منقسمة بين عملية رفع الفائدة وتثبيت الفائدة بنسبة 50% لكل احتمال. جاءت أرقام التضخم جميعها في جلسة الأسبوع بشكل متباطئ، فتباطأ التضخم في أستراليا إلى 6.8% من 7.4%، قد يعطي بعض التوقعات لتثبيت الفائدة في اجتماع شهر أبريل. من أوروبا أرقام التضخم جاءت بشكل متباطئ، فمن إسبانيا وفرنسا سجلت تباطؤ، والأهم طبعا الاتحاد الأوروبي فسجلت تباطؤ من 8.5% ل 6.9%. كانت قراءة الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا إيجابية عند مستويات 2.6%، تعطي إشارة على أن النمو الاقتصادي في أمريكا جيد، قد يعطي الوقت للفيدرالي لمتابعة المزيد من الأرقام قبل التعديل بسياسته النقدية. نتابع في جلسة الأسبوع القادم عدد من البيانات الاقتصادية المهمة. نبدأ مع اجتماع بنك أستراليا، حيث من المتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمستويات 3.85%. أعتقد أنه واحد من الاجتماعات المهمة، لأنه وارد جدا أن يتوقف بنك أستراليا عن رفع الفائدة. كما يجتمع بنك نيوزيلندا، من المتوقع أن يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لمستويات 5%. بينما أكيد كل الأنظار في نهاية الجلسة الأسبوعية لبيانات الوظائف الأمريكية، حيث قد يضيف الاقتصاد الأمريكي 240 ألف وظيفة، ممكن تستقر معدلات البطالة عن مستويات 3.6%، قد يرفع متوسط الأجور لمستويات 4.7%. عموما أرقام لو جاءت كالمتوقع راح تكون قراءة جيدة للفيدرالي الأمريكي أيضا. ننتقل للتحليل الفني لجلسة الأسبوع القادم. نبدأ مع تداولات الذهب. الذهب كان قد سجل انخفاضات أو ارتدادات هبوطية عدة مرات من مستويات 2000، زي ما ملاحظين مرتين عند مستويات 2000. مستويات أو تداولات عرضية في الفترة الماضية شكلت نموذج المثلث، تداولات حاليا داخل النموذج. على ما أعتقد الأفضل انتظار اختراق النموذج، بما أنه من النماذج الاستمرارية الـ continuation pattern، اختراق للحد العلوي عند مستويات 1987 ممكن يفتح المجال لإعادة اختبار مستويات 2000، ثم اختراق مستويات 2000 ممكن يفتح المجال للارتفاعات إلى مستويات 2016. طبعا النموذج بيحتاج طبعا عملية الاختراق أولا ثم الدخول للمستهدفات. في حال عودة الذهب وكسر مستويات 1956 ممكن احتمالية الهبوط نحو مستويات 1935. ننتقل لتحليل اليورو. اليورو تداولات أيضا عند مستويات المقاومة السعرية 100-930، اختبارها عدة مرات، 4 مرات متتالية، إمكانية تشكيل ميل هبوطي أو ارتدادات هبوطية نحو مستويات 100-815 واردة، في مع استمرارية طبعا التداول أدنى المستويات المقاومة السعرية 100-930، ثم الوصول إلى مستويات 100-760. طبعا مستويات 100-760 تعتبر مستويات الدعم القوية، تحتاج تحديث التحليل عندها، فإما إمكانية الارتدادات أو تسجيل ميل صعودي عند مستويات اليورو عند 100-760 واردة في جلسة الأسبوع القادم. ننتقل لتحليل الباوند أو الكيبل. تداولات الباوند أيضا عند مستويات المقاومة السعرية 1.2450، مستويات تعتبر جيدة جدا، إمكانية تسجيل ميل هبوطي نحو مستويات 1.2290، ثم 1.2110 وارد جدا. طبعا إمكانية الاختراق أو في حال اختراق مستويات 1.2450 بشمعة يوم أو إغلاق يومي بيفتح المجال لإمكانية استمرارية الصعود نحو مستويات 1.2630. ننتقل لتحليل الين.
الين زي ما ملاحظين ارتدادات صعودية في جلسة الأسبوع بعد تشكيل ترند صاعد وتشكيل شمع الدوجي زي ما ملاحظين. فإمكانية استمرارية الميل الصعودي نحو مستويات 134 30 ثم 135 11 واردة، بشرط طبعا ثبات التداولات أعلى مستويات 131 50. ننتقل لتحليل الأسترالي. الأسترالي زي ما ملاحظين جلسة أسبوع كاملة بتداولات عرضية قوية جدا، التداولات أدنى مستويات، المقاومة السعرية 67 40 لحتى الآن، أدنى مستويات المقاومة السعرية ومستويات المتوسط المتحرك 200 وحتى مستويات الفيبوناتشي 38.2% للموجة الهابطة الأخيرة. فإمكانية تسجيل ميل هبوطي وإعادة اختبار مستويات 65 90 ثم 65 20 واردة بالنسبة للأوزي. ننتقل لتحليل النفط. النفط حاليا عند مستويات قوية جدا، 74 80 إلى 75 دولار لخام غرب تكساس، تعتبر مستويات المقاومة السعرية القوية جدا. فلذلك بفضل إنه نشوف اختراق واضح لمستويات 95 30 وثبات التداولات أعلاها لاستهداف مستويات 76 75 ثم 79 80 لخام غرب تكساس. نختتم التحليل الفني مع مؤشر الداو جونز. مؤشر الداو جونز عدد جيد من التداولات الصعودية زي ما احنا شايفين، 6 جلسات صاعدة في آخر 7 جلسات يومية، اختراق مستويات المقاومة السعرية 32650 والثبات أعلاها بجلسة يومية، بيفتح المجال لإمكانية تشكيل ميل صعودي نحو مستويات 33425 ثم 33900، طبعا بشرط استمرارية التداول أعلى مستويات 32640 و 33670 في جلسة الأسبوع القادم. تداولات موفقة للجميع.